سؤال محير للغاية صراحة. يعني مصر والسودان يرتكزان على حقوق تاريخية، يرتكزان على علاقات خارجية متميزة ممتازة متينة، يرتكزان على قوة عسكرية لا يستهان بها في المنطقة وفي الإقليم. طيب يعني يرتكزان إلى الحق التاريخي والحق حتى المنطقي. طيب على ماذا يستند السيد أبي أحمد أو الحكومة الإثيوبية؟ دعنا نقول، يعني نتذكر سويا أنه رفض حتى التوقيع على وثيقة ترامب مثلا. يعني خمس حاجات يرتكز على خمس حاجات. نمرة واحد، أنه جعل من قضية السد قضية داخلية شعبوية له في الانتخابات، لأن هو ينتمي إلى قبيلة الأورومو أو عرق الأورومو، وهذا العرق يمثل 26% من المكون العرقي في أثيوبيا، وهو أقلية، وهي لأول مرة تحدث في تاريخ الدولة الأثيوبية أن يكون هناك رئيس وزراء من هذا العرق. ده نمرة واحد، وأجرى الانتخابات على هذا الأساس. نمرة اثنين، أنه الدول اللي موجودة في مجلس الأمن وتحديدا روسيا، الصين، فيتنام، الهند، لديهم إشكاليات فيما يختص بمسارات الأنهار، ولا يريدون أن يكون مجلس الأمن هو يخلق سابقة للتعامل مع هذا الموضوع، لأن في اعتداءات وعندهم مشاكل في مسارات أنهارهم. فالقضية مش تخص أثيوبيا بقدر ما هي لها ميرر، لها مرآة تنعكس عليهم. النقطة الثالثة، أنه في دول منها الصين، منها إيطاليا، منها هولندا، منها تركيا، لها مصالح داخل أثيوبيا. تركيا مثلا على سبيل المثال لديها 120 شركة تركية توظف ما بين 550 ل 600 ألف، من 550 ألف ل 600 ألف مواطن أثيوبي. لديها هي وقطر استثمارات ما بين 24 ل 26 مليار دولار داخل أثيوبيا. شبكة الصواريخ التي تحمي سد النهضة والمنطقة المحيطة به حتى الحدود السودانية الأثيوبية المشتركة هي صناعة وإدارة إسرائيلية. الشبكة اسمها سبكتر، وهي اللي بتقوم بحماية سد النهضة. فهنا بتشوف في عدة مصالح متداخلة في المشروع الأثيوبي، فأصحاب هؤلاء المصالح لا يريدون أنه تكون هذه المشكلة. نيجي بقى للنقطة، إذا دخلنا في تحليل يبدو وكأنه تآمري، بس أنا مش شايفه تآمري. يعني هو لا يستند إلى دليل. هناك رغبة دائمة في السبع سنوات الماضية منذ أن قابت ثورة 30 يونيو إلى جر مصر إلى أو جر الجيش المصري إلى حروب، يا إما في الداخل تستنزفه أو خارج الحدود. حاولوا ده في سيناء وفشل الموضوع في سيناء، وتم السيطرة على الموقف في سيناء، وده كان دور حماس وكتائب الأقصى اللي هي كانت بتعمل عمليات إرهابية جوه سيناء. حاولوا ذلك في موضوع أن مصر تنقل قوات في اليمن، ومصر وضعت الأولوية داخل أنه الحالة الأساسية هي الحفاظ على الأمن القومي المصري، وشرحت لشركائها الإمارات والسعودية أن هي ممكن تساعد بالبحرية وبالطيران، لكنها لن تنقل قوات برية.